السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نهضر على المبيانات وكيفية ضمان ثلاث نقاط كاملة التي تمنح لإنجاز المبيان. فعندما قمت بدراسة للامتحانات الجهوية والامتحانات الوطنية في العشر سنين الأخيرة، لاحظت بأنه دائما بواحد النسبة ديال 60-70% ملي كيحطوا لاشتغال على الوثائق كيحطوا انجاز مبيان وكيحطوا عليه ثلاثه ديال النقط، وبالتالي خص التلاميذ هاد ثلاثه ديال النقط يضمنوها وما يضيعوا ولو نصف نقطه. وغادي نوضح لكم في هذا الفيديو الطريقه. اذا في البدايه خصنا نعرفوا انواع المبيانات. اذا المبيانات اللي مطالب بها التلميذ في المرحله الثانويه او حتى في المرحله الاعداديه حتى يوصل البكالوريا ثلاثه ديال المبيانات. كاين المبيان القطاعي يعني الدائره ولا النصف دائره، ثم كاين المبيان بالمنحنى، ثم كاين المبيان بالاعمده والاشرطه. وفي جميع الامتحانات تقريبا اللي لاحظت فالمبيان اللي كان كيتحط هو المبيان بالاعمده في اغلب الحالات، ثم كيجي من بعده المبيان بالمنحنى بواحد الدرجه قليله، في حين المبيان القطاعي نادرا نادرا فاش تحط في 10 سنين الاخيره. اذا هذ هما الانواع ديال المبيانات، وغادي نركزوا بالاساس على المبيان بالاعمده والمبيان بالمنحنى. ودابا بعد ما حددنا الانواع ديال المبيانات ندوزو نشوفوا كيفاش نضمنوا هاد ثلاثه ديال النقاط في اي مبيان عطاوه لنا. فالثلاثه ديال الانواع المبيان اللي بغى يعطيوه يعطيوه، خصنا نضمنوا ثلاثه ديال النقاط. نشوفوا الطريقه. اذا باش نضمنوا ثلاثه ديال النقاط في هاد المبيانات شنو خصنا؟ اولا خصنا نعرفوا المبيان المناسب، لان في بعض الاحيان كيعطيونا جدول احصائي وكيقولوا لنا حدد المبيان او حول الجدول الى مبيان مناسب. وقمت بشرح المبيان المناسب او كيف نختار المبيان المناسب في واحد الفيديو قصير. اي جدول احصائي يعطوه لنا مباشره غير نشوفوا الجدول الاحصائي نعرفوا المبيان المناسب، وراني نحط لكم الرابط اسفل هذا الفيديو. هذه الخطوه الاولى. ثاني خطوه هو خصنا نضبطوا طريقه الانجاز، طريقة إنجاز المبيان بالمنحنى، طريقة إنجاز المبيان بالأعمدة، وطريقة إنجاز المبيان القطاعي. وهاد المبيانات بالثلاثة درت لهم تطبيقات، غادي نحط لكم ثلاثة الروابط أسفل الفيديو ديال كل تطبيق من هاد التطبيقات. ثم الخطوة الثالثة هو نوضع العناصر ديال المبيان. العناصر ديال المبيان واضحة، دائما كنشير لها في التطبيقات. كاين العنوان كيكون في أعلى المبيان، كاين المفتاح الافضل يكون في الاسفل، والمقياس ايضا. هذو ثلاثه العناصر مهمه جدا. كاين المصدر تيكون خارج الاطار او داخل الاطار ماشي مشكل، وكنديروا اطار للمبيان. اذا هذو هما العناصر الاساسيه باش ناخذوا نقطه كامله ديال المبيان. وبالتالي الى ضبطتي الثلاثه ديال الخطوات اللي شرحت لكم، كن اكيد ان ثلاثه النقاط ما غاديش يقدروا ينقصوا لك فيها ولو ربع نقطه. اشتغل الثلاثه ديال العناصر لك، شوف دوك المقاطع اللي وريت لك، كن اكيد انك ضامن ثلاثه ديال النقاط. اخيرا فضلا وليس امرا، لا تبخلوا علينا بالاشتراك معنا بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.